يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركت الجماعة الأولى في التشهد الأخير، ثم بعد فراغ الجماعة الأولى أقيمت جماعة أخرى، فترددت هل أقطع صلاتي وأصلي معهم من بداية الصلاة، لكني أتممت الأولى ولحقت بهم فأدركتهم في ركعتين، فهل فعلي هذا صحيح؟ لكني يقول لكني أتممت صلاتي ثم أتممت الأولى. هذا يتمها نافلة، إذا دخل مع الجماعة في آخر الصلاة وجاء جماعة ثانية وما أدرك الجماعة في آخر الصلاة فهو يتمها نافلة ركعتين ويلحق بالجماعة. نعم.